أستاذ مجدي حمايل الكاتب الصحفي ضيفنا من نابلس، أهلا ومرحبا بك معنا في استديو التاسعة. لكم مساء الخير، لكم مساء الخير للجميع. تعزينا لكم أستاذ مجدي، ونعزي كل فلسطين، نعزي كل صحفي، كل إعلامي، كل كلمة حرة على هذه الأرض. حدثنا عن الصدمة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة مع اغتيال الصحفية الكبيرة شيرين أبو عقلي. وكأن فلسطين التفت بالسواد بالحزن، وكأن كل فلسطين ما زالت تنتظر شيرين أبو عقلي لكي تخرج تعلن نبأ استشهادها. إلى الآن فلسطين لا تريد أن تصدق أن شيرين أبو عقلة التي رافقتنا منذ بداية عملها الصحفي في انتفاضة الأقصى بشكل يومي وفي كل الاقتحامات وفي كل الاغتيالات وكل الأخبار العاجلة، كانت تنقل لنا الخبر العاجل. كنا ننتظر جميعا صوت شيرين، نرفع صوتها في بيوتنا لنسمع ماذا تقول. كانت شيرين أبو عقلي هي وكأنها مصدر الخبر الحقيقي، كانت الحقيقة لفلسطين. الاحتلال تعمد اغتيالها لأن الاحتلال بالأساس جبان، المجرم جبان، لا يريد الحقيقة أن تسمع، لذلك أراد أن يسكت صوت شيرين أبو عقلة. لكن صوتها ما زال في آذاننا، في قلوبنا، في عقولنا، ما زالت شيرين تسكننا وتسكن صوتنا وتسكن كل صوت صاحب كلمة حرة على هذه الأرض. ما زالت فلسطين تعيش الصدمة، ما زال فلسطين لا يريدون أن يصدقوا أن شيرين رحلت إلى الأبد. اليوم المسؤولية كأولوية تقع على كاهل من في فلسطين لمتابعة ملف الجريمة إلى آخر الطريق. المسؤولية جماعية، لا يمكن أن نحمل المسؤولية لجهة معينة، المسؤولية هي جماعية، مسؤولية الإعلام، مسؤولية المجتمع المحلي، المجتمع الدولي، مسؤولية كل فلسطيني، مسؤولية كل عربي، مسؤولية كل صاحب كلمة حرة على هذه الأرض. إن صمتنا أمام هذه الجريمة فإننا بذلك نقول للاحتلال نفذ جريمة أخرى بحق صحفي، اقتل صحفي آخر. إن فعلا انتقلنا من دائرة الكلام إلى دائرة الفعل، يجب فعلا أن نتقدم خطوة إلى الأمام. 55 صحفي قامت قوات الاحتلال بقتلهم في فلسطين على مدى احتلال فلسطين التاريخية، لذلك يجب أن نتقدم خطوة أخرى، أن نترك الكلام وننتقل إلى الفعل. يجب على كل المؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات أيضا الصحفية، يجب على كل العالم الحر أن يقدم القاتل إلى المحكمة. إن لم تحاسب دولة الاحتلال فإننا سوف نسمح لجندي آخر بقتل صحفي آخر. الاحتلال لا يردعه، أعتقد أن كل الكلام وكل التصريحات وكل الضغوط لن تردعه. إن لم يكن هناك فعل حقيقي على الأرض، سواء الالتفاف حول المقاومة أو تقديم بالإضافة إلى تقديم القيادات الاحتلال إلى المحاكم الدولية بشكل جدي، ليس فقط تلويح كما تفعل السلطة الوطنية الفلسطينية، أن نلوح بأننا سوف نرفع قضايا في محاكم دولية، أن نقول سوف ونهدد ونصمت ونتراجع. يجب أن نتقدم خطوة إلى الأمام، يجب على الكل الفلسطيني، يجب على المؤسسات والفصائل والسلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الخارجية، أيضا على كل عربي حر أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويعمل على محاسبة دولة الاحتلال على هذه الجريمة البشعة التي. طيب هناك مفارقة أستاذ مجدي، أريد